السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا كده ان شاء الله. نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا انا كنت قايلة لحضراتكم ان انا هجيب حبة بط مسكوفي على على مولر ان شاء الله. قلنا ايه؟ نزود عشان خاطر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. انا عندي بط اللي طالع من الرقبة، بس قلت ايه البط دوت انا مش عارفة هيشيل معايا اوزان ولا لا اللي هو طالع من الرقبة. انا جربت المولل وجربت المسكوفي، بسم الله ما شاء الله. عجبني بصراحه في تربيته، حلو مش وحش. اللهم صل على النبي. هو لسه ايه الراجل جايبهم لي دلوقتي اهم. طبعا خدتهم منه، كانوا في الكرتونه. بصوا بقى بيجروا مني اهم. بصوا حبايب قلبي، جريت مني، جننتني على ما مسكتها تاني. طبعا هو كان جايبهم لي في كرتونه، انا خدتهم منه في طبق زي ده بلاستيك كده، حطيتهم فيه عبل بس ما دخلهم جوه، بس قلت اصورهم مع حضراتكم واوريهم لكم. المهم نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دول يا حبايب قلبي 10 بطات، 5 مولر اللي هو ابو عين حمراء، المولر ابو عين حمراء المستورد اللي هو الابيض، و5 اللي هو المسكوفي اللي طبعا عارفينه كله ظهره بيبقى اسود والصدر بتاعه بيبقى ايه ابيض. هو دلوقتي اصفر بس لما بيكبر بيبقى ايه اصفر، لما دلوقتي اصفر ولما بيكبر بيبقى ابيض. اسفه. المهم والله ما قادره اتكلم، البطايه جرتني وراها عماله تخش من تحت الكنبه دي لتحت الكنبه دي، فجننتني بصراحه. اللهم صل على النبي. انا بصوا بعشق تربيه البط، بحبها جدا. البط اللي هو المسكوفي المولر عشان ربيته فحبها بصراحه ربنا، لكن اللي هو البلدي الخليط اللي انا طالع عندي، عندي بلدي الدكر مسكوفي خليط والبطايه بلدي، فلسه ما شفناش دول هيبقى عاملين اوزانهم معانا ايه، فقلت اجرب ايه اللي هو المولر تاني والمسكوفي عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ولو زاد عندنا حاجه ان شاء الله هنبيع منهم بامر الله، لو لقيناها كتير علينا هنبيع منهم. المهم حبيت اصورهم معاكم، بسم الله ما شاء الله احجامهم حلوه، بس المسكوفي اكبر من البط اللي هو ايه المولر. طبعا هم بصوا مش عارفه بصراحه اصورهم لكم عشان ماسكاهم في الطبق، فمجننني بصراحه ربنا، فعايزه امسك لكم بطايه واوريها لكم. اللهم صل على النبي. البطايه اللي هي المسكوفي بصوا حجمها حلو، التليفون مش جايبها كلها، بسم الله ما شاء الله حجمها حلو، وبطايه ناشفه يعني تحس ان هي جسمها ناشف مش جسمها طري، يعني مش ناشفه معضمه لا لحمها ناشف. البط دوت بيشيل في الوزن بيبقى لحمه جالس كده وحلو، تحس ان الحاجه ايه ناشفه. تعرفين منين بقى البط اللي هو البغالي ابو اللي هو المولر ابو عين حمراء ده بيبقى النني؟ بصي هو ورهولي بره، بس مش هو مش واضح لكم قوي، بس هو النني بتاعها بيبقى احمر، النني بتاع البطه من جوه في الضلمه بيبقى ايه باين وينور احمر. فطبعا ايه والبوز بتاعه بيبقى لونه ايه بامبا فاتح كده، تعرفيه من كده. لكن لو البق بتاعه اصفر يبقى دوت اللي هو ايه زي البط البكيني، لازم تعرفي من الموضوع ده. اه والرجل بتاعته بتبقى بيضه كده، لكن اللي هو المسكوفي حجمهم اصغر. بصوا بصوا المسكوفي حجمهم اصغر، وبتبقى معروفه برجله السوداء ومنقاره الاسود، يبقى معروف بكده. طبعا ايه اهو، وبيبقى فيه برضو في المسكوفي الرجل مشجره كده، الرجل فيها التشجيره دي ابيض في اسود، الابيض يعني الاسود كتير كده والابيض ايه في الطرافين بتاعت الصوابع من قدام، والمنقار لونه اسود. انا اسفه يا جماعه معلش عشان عندي برد. المهم حبيت مصور وحبيت اصورهم معاكم. ادعوا لنا بالبركه حبايب قلبي، حطوا لنا لايك جميل. طبعا انا مش عارفه ايه اوضحهم لكم قوي عشان بقول لكم هم مجننيني. طبعا انا اسفه على الاضاءه عشان ايه بصورهم بالعافيه، بقول لكم عشان ماسكاهم في الطبق هم عايزين يجروا عشان طبعا كانوا في الكرتونه. المهم يا حبايب قلبي، البط ده اللي انا جايباه قريب من البط اللي عندي في السن، اللي عندي عمر 10 ايام دلوقتي، يعني هم طالعين من يوم 2 في الشهر او قولوا يوم 3 مثلا قبل ما جبناه من تحت امه وحضناه تحت، قولوا النهارده بقى لهم 10 ايام، والبط دوت قال لي عمره 12 يوم. فطبعا الفرق مش كبير، الفرق كام يوم؟ الفرق حبايب قلبي كده ايه يومين. طبعا انا ما ينفعش ادخل بط على بط وهو لسه جاي من بره كده على طول، لازم اقل حاجه هم عمر بعض بس هم مش متربيين مع بعض، فما ينفعش ايه ادخل ايه بط على بط. فطبعا تعالوا بس نحطهم الاول في الارض كده عشان انا ماسكه التليفون ومجننني بصراحه مش عارفه ايه اصورهم لكم.
المهم ايه، سألت الراجل اللي انا جايباه منهم، قال لي لا ما ينفعش الا بعد 4 ايام. فطبعا انا هخليهم 4 ايام بره ياخدوا مثلا ايه، طبعا اي بط انت بتجيبيه من بره بتيجي اول ما بيجي بيتك انت مش ضامنه انت كان بياكل علف ايه، لازم تغيري العلف اللي انت هتجيبيه، ما انت ما تعرفيش كانوا بياكلوا ايه في المكان اللي هم فيه. طبعا احنا هنجيب له العلف اللي احنا هنمشيه عليه بقى، هنجيب هيرمان او هنجيب مثلا نما، اي نوع من انواع العلف يعني، ما بقولش اي اسم ايه معين، اي نوع تحب تجيبيه تجيبيه، اي خلطه عايزه تمشيه عليها هتمشيه عليها. المهم ايه، ما ينفعش ندخله، انا بقول لكم بس ما ينفعش ندخله على البط اللي عندي عشان هم من عمره بعد كده، قال لي بعد مثلا 3 4 ايام. فلازم افضل حاجزاه في مكان لوحده 4 ايام ياخد مضاد سموم. وطبعا او قبل ما ادخله على البط التاني، هو ده متحصن وكويس ما فيهوش اي حاجه، بس لازم اديله مضاد سموم عشان ما يخشش ايه على البط التاني ياكل من العلف اللي هو بياكل منه، يجيله ايه زي سموم. طبعا احنا هنمشي الاتنين على نوع علف واحد عشان مش هنجيب لكل بط ايه نوع علف مختلف. وطبعا البط ان شاء الله احنا مش هنكتر في اكل العلف، هنبدأ نشتغل معاه برضو بس يكمل حبة كده ايه اللي عندنا، بس يتأسس عشان اللي عندنا صغير عنده يومين، ودول ياكلوا لهم اسبوع تاني، ونبدأ ندخل بقى ان شاء الله حاجات بقى طبيعية من البيت على ده على دوت. البط انتوا عارفين بيعشق ايه، اكل البيت والحاجات بقى الطرية، هو بيعشق الحاجات الطرية كلها. بس برضو مش هنحرم من العلف، هندخل نسبة علف بسيطة عشان البط ما يخفش معانا ويجيله افتراس، بس ان شاء الله هنحاول نقلل من العلف ونقلل التكلفة قوي عشان نحس ان احنا وفرنا. عايزة اقول لكم على حاجة كمان، انا سمعت حاجة بس بصراحة ربنا انا مش مصدقاها، انا سمعت ان كيلو البط وصل ل 100 جنيه. انا ما اعرفش الكلام ده حقيقي ولا لا، يعني سمعت ناس كتيرة بتقول البط وصل ل 100 جنيه. طب يا جماعة البط لو ب 100 جنيه والعلف غالي دلوقتي كده، وجبنا علف برضو اكلنا نسبة علف، على فكره هنيجي نحسبها هنلاقي نفسنا كسبانين مش خسرانين، بس احنا ما نضمنش هو هيبقى ب 100 جنيه ولا لا على رمضان في الوقت اللي احنا جايبينه هنربيه لحد رمضان، هنشوف وزنه وصل لحد ايه، وساعتها هنشوف بقى ايه البط ب 100 جنيه ساعتها ولا اقل ولا اكتر. فعشان ما نتهورش وناكل علف ونيجي نحسبها نلاقي نفسنا خسرانين، لا لازم نمشي على قدنا. احنا حابين نجيب البط ليه؟ عشان البط بنقول بتدخلي له اي اكل بتلعبي في اكله، حتى لو اكلتي علب بتاكلي نسبه بسيطه وممكن تضحكي عليه في اي اكل تاني وتحطه له، هو بيعشق ايه الحاجات الطريه والخضروات واكل البيت، وشويه رده شويه فول مدشوش على شويه لو دمستي فول هتحطي له، كل الحاجات دي حلوه يعني، البواقي اللي عندك بتمشي عليها وبتخلطي ايه حاجات بتزيدي اضافات من عندك بسيطه. المهم اهم حاجه تدعوا لنا بالبركه وتحطوا لنا لايك حلو بقى كده منكم، وهقول لكم على سعرهم ان شاء الله. بصوا هو الجوز المولر بالواحده ب 30، المولر الواحده ب 30 يعني الجوز ب 60، لكن المسكوفي الجوز ب 50، الواحده ب 25 عشان المسكوفي اصغر شويه. فهو فعلا غالي، بس غالي على حجمه ده، انا كنت بجيب الجوز ب 65 برضو، بس بصراحه ربنا كان بيبقى اكبر من كده، بس ما كانش في ايه في موسم، احنا دلوقتي موسم دخلت رمضان فكل الناس بتجيب. حتى بساله بقول له البط ليه حجمه صغير، احنا كنا بناخده حجمه اكبر من كده، قال لي ما فيش بط دلوقتي بيطلع اكبر من كده، الناس كلها بتطلع بدري عشان العلف، بتطلع البط صغير عشان العلف، ما بياكلوا ما بيقعدوش عنده كتير عشان ما يقعدش ياكل علف ويهدر كتير. قلت له مش مشكله، هو البط ده بسم الله ما شاء الله يومه يومين مع الاكل وبيزيد معاك وبيفرق معاك في الوزن على طول، بيبان عليه المولر بالذات، والمسكوفي كمان حلو يعني، المسكوفي والله انا كنت مربيه ذبحت دكر كان 5 كيلو ما شاء الله. هو اللي ما بيحببنيش في المسكوفي حاجه واحده بس، لحمته زي العسل وكل وتربته جميله، بس مشكلته ان هو بيبقى الريش بتاعه اسود، فبيبقى يعني بيبقى فيه زغب اسود كتير، ده اللي بيضايقني منه. لكن المسكوفي ما شاء الله، المولر المسكوفي ما شاء المولر ما شاء الله بتبقى لحمته والجسم بتاعه ابيض والريش بتاعه ابيض، ما بيبقاش باين فيه ايه السمار بتاع القشر بتاع الريش. عامه دي حاجه مقدور عليها، الدكر لما يستوي عندك ويكبر ما يبقاش فيه ريش صغير هتنضفيه بسهوله وهيبقى حلو قوي وسهل معاكي، ودي حاجه سابقه لاوانها، لما نيجي ننضف يحلها ربنا. المهم بقول لكم على الميزات اللي يعني اللي بحبها فيه، والحاجه اللي الحاجه الوحيده اللي بتضايقني منه كده بس، لكن والله ربيته عندي بسم الله ما شاء الله من غير ادويه من غير اي حاجه، كنت باكل علف في الاول او بعد كده كنت بدخل له كل اللي يخطر على بالكم، يعني لدرجه ان انا كنت بفرم البرتقان قشر البرتقان
الكابوتشا البنفسجي دي كنت بجيبها بتبقى مننا من يعني حاجات من التلاجة، الخضروات دي كنت ابشرها، الموز معرفش قشر، كل الحاجات دي كنت بفرم كله واضيفه ايه على علبة علف وكنت باكل. واحنا هنمشي مع بعض، كل ما ننزل فيديو هتشوفوه حضراتكم، بس مش هضحك عليكم عشان انا هاسسهم شوية في العلف في الاول عشان اللي في تراس بس مش اكتر من كده، عشان ما يجيلهمش في تراس ويغلبوني ويقعدوا يشدوا في ريش بعض. بس احنا مش هندخلهم على البط عشان لما اجي احطهم مع بعض ناس كتير هتقول لي ليه يا ام نسمه ما ينفعش تحط بط مع بط، لا احنا هنخليهم بره شويه لما نحصنهم، وبرده ندي للي جوه ايه يعني شويه فيتامينات، برده هما بياخدوا فيتامينات لحد دلوقتي عشان يبقى داخلين يعني دول داخلين عليهم بيبقوا التانيين مناعتهم قويه وكويسين. ونبدا بقى نعمل للكل خلطه واحده مع بعض نقوي مناعه الكل وحاجات يعني تفتح نفسهم، حاجات فيها فيتامينات، هنزود كل حاجه ايه مع بعضنا باذن الله. المهم تدعوا لنا بالبركه، تحطوا لنا لايك جميل، وما تنسونيش في تعليقاتكم يا حبايب قلبي.